متابعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنتابع هذه المسيرة المستمرة من هنا من ميدان الإهباب، ونرحل مع الشوط الخامس يحمل في طياته فئة الأبكار لأبناء القبائل وهجن أصحاب السمو. أيضا الشيوخ تتواجد في هذه المسيرة، وآخر شوط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومن بعد ذلك نبدأ بأشواط أبناء القبائل. ونتقدم في هذه اللحظة مع تحذير يمع بن عبد الله بن علي بن واس، من يقدم لنا تحذير بأول المراكز. المركز الثاني يقول من حاف سالم بن عتيج بالقوم، والمركز الثالث من واقع الشعار محمد بن سيف بن سالم بطبيعة، من يتقدم مع راهية. المركز الرابع الوقن علي بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي، والمركز الخامس فهنا اللي هي مياسة علي بن سالم بن سليم، من يتقدم مع مياسة، ووصلت أيضا المنصورة راشد بن عبيد بن علي بن رشيد، هي من تتقدم الآن وتشارك المجموعة الأولى في هذا التحدي وفي هذه المنطقة الحساسة. نروح مشاهدينا الكرام، نروح إلى مقدمة الشوط ونشاهد شعار بالشاوي، شعار بالشاوي على ظهر الوقن علي بن راشد بن سيف الشاوي، من يقدم لنا الوقن بأول المراكز. والمركز الثاني الله الله الله، أقول منصورة بن رشيد من تتقدم، يا سلام. ولكن أبو نواس من يقدم لنا تحذير، اتحذر يا راعي تحذير، اتحذر يا راعي تحذير. وشوف منصورة من تتابع في هذه المجموعة، في هذه المجموعة نتقدم مشاهدينا الكرام، نتقدم مرة ثانية ونتابع الأداء، نتابع التحدي، نتابع أيضا منصورة وهي تتقدم بكل ثقة وبكل عزم وبكل إصرار. عصاها قوس تتقدم بشعار بن رشيد، تتقدم أيضا إلى المركز الأول بكل فخر وبكل اعتداء. تتراجع مرة ثانية، تحذير مع ابن عبد الله بن علي أبو نواس، من يقدم لنا تحذير. أما المركز الثالث نشوف المركز الثالث، شوف أظني شعار بن دحروي، سيركز يا مصورنا، ركز على المركز الثالث. هذه القادمة اللي هي جنى عبد الله بن محمد بن بطر بن دحروي العامري، من يقدم لنا جنى، ولكن منصورة وجنى قادمة بلا هواد. هجمة لا تنصد ولا تنرد. يا سلام يا جنى، يا سلام يا جنى، جنى أم الجنى، جنى أم التحدي. انهني راعي جنى عبد الله بن محمد بن دحروي العامري الثاني، منصورة راشد بن عبيد بن رشيد المركز الثالث.